في قفة الويكاند يجينا سي عادل الفتيتي مباشرة من مارشي لوساتية. بونجورات يا عادل. بونجورنو نور، صباح الورد صباح الفل لكافة مستمعينا. إذا اليوم السوق لوساتية ثم ريح قوية برشا نور، هذاك علاش متدلق شوية كي شوية باش تكون باش مستمعينا الكرام يكون توصلهم صوت يكون واضح. إذا نور اليوم فلفل طاح شوية اليوم 4 دينارات و500 من 5 دينارات من اللي خلينا الجمعة اللي فاتت 5000 لاني نصدق. نور طماطم دينار، بطاطا 2 دينارات، طل بين دينار ودينار و500. القراع اليوم بالبرج، القراع البرج دينار فيه تقريبا 750 درهم، والقمرة دينارين، معدنوس ديما بطبيعته أسعار المتناول 500 مليم، العنب اليوم 6 دينارات نور، خوخ 4 دينارات و500 حتى 5 دينارات، التفاح كذلك 4 دينارات و500 حتى 5 دينارات، الدلاع اليوم دينار كيلو والبطيخ 2000 فرنك. لأن اليوم زاد عندنا اللحوم نور العلوش إذا السوم تقر في حدود 40 دينار كيلو، ما بقاش 38 40، البرشني 38 دينار، والبرتوس اليوم 25 دينار، كان قبل ب 22 اليوم 25 دينار نور. الدجاج طلع شويه زاد 9 دينارات و 775 مليم، السكالوب 18 19 دينار و 890 طلع نور، كان 19 دينار و 419 دينار و 50 الاسبوع الماضي. جوانح 6 دينارات 960 جوانح دجاج، كويس 10 دينارات و 800 نور. اذا الاسماك اليوم طالعه السوم نور وراتها 17 دينار و 800، تريليا بين 8 دينارات و 17 دينار و 800، التون الابيض 7 دينارات و 800 كلها ب 800 صرف نور، التدينة بين 4 دينارات و 800 و 7 دينارات و 800، المرجان 6 دينارات و 800 حتى 17 دينار و 800، الشورو الاصفر 11 دينار و 80، القرنيط خشين 26 دينار و 80، البوبة 8 دينارات و 80، والقاروص 18 دينار و 80 نور. هلا فما هكا فما شوية شوية تحسنت الامور على الجمعة اللي فاتت شوية. فما شوية اسعار مرتفعة، ما ثم ثم الاختيار موجود شوية الاختيار موجود. على الاقل، وخاصة في ظل هكا الانخفاض درجة الحرارة الجماعة مش لقاو راحتهم في المارشي. سافا شويه ريح اما لابس اونجي. لا لابس والله يقدر ديما تحت يعني درجه الحراره اللي تحس ناس بارده، راهي طقس بارد بارد الصباح، طقس بارد بارد ناس يعني صيفي طقس بارد يرعش. يعني طقس عباره تاع خريف نور. فهمت، ولكن ثم اقبال على الاقل الناس تخرج تقضي وتحوس وتدور وكذا. يعني طقس باهي نور اليوم، واسعار ثم شوا ولكن ثم غالية زاد. صحيح مازلنا يعني بريسك في نفس الرونج دو بري، هذا هو الغالب. فرج يجي درجه سي عادل. انا مستناك، مشكور جدا سي عادل الفتيتي اكيد اللي ماتتنا بكافه الاسعار. لا مازالت الاسعار مرتفعه شويه، ولكن على الاقل قاعده تنخفض تدريجيا، لكن خلينا ناخذوا البون كوتي دي شوز على قليل. هكا اليوم الطقس مزيان، تنجموا تمشيو تصرفوا على بكري، وفما الشواء في ظل يعني ارتفاع الاسعار مشي شوي 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 وكاو حتى لين هكا نجمو نسيسرو. مشكور جدا سي عادل، وكان تيلي قفت الويكاند. قفت الويكاند. قفت الويكاند.